التعصب الأعمى إنما يسوق الإنسان إلى حالة من الاحتراب الداخلي ويقود الإنسان إلى أن يغلق فكره وعقله وفهمه على إنتاجات الآخرين ويعتبر نفسه حقا مطلقا والآخرين باطلا مطلقا ثم أنه يغفل هذا الإنسان عن الحقائق ويحاول أن يربط المشاكل أجمع بالآخرين الذين لا يشاركونه في المعتقد أو في المذهب، يغفل الأسباب المتعددة، وقد تكون هذه الأسباب متداخلة ومتشابكة، ثم يبسط الأمور باتهام أصحاب المذهب الآخر بكل المشاكل وبكل الأزمات، وحينئذ هذا الإنسان يمنع نفسه من أن يبحث في الجذور ويبحث في الأسباب ويحاول أن يحل أسباب المشاكل، وإنما يتصور أن المشكلة تتضمن في مجموعة من الناس يخالفونه في الرأي، فيؤدي ذلك إلى أن يحاول قمع الآخرين تصورا منه أن قمع الآخرين إنما يحل المشاكل، مع أن قمع الآخرين واضطهادهم وممارسة الطائفية البغيضة معهم هذا لا يحل المشاكل، لأنه الإنسان لم يذهب إلى جذور المشاكل ليحلها، وإنما يزيد المشاكل مشكلة أخرى وهي مشكلة الاحتراب الداخلي، ويسبب أن السلم الأهلي يتعرض إلى خطر كبير. لذا نجد أن الله عز وجل في القرآن كما تلونا الآية في مفتتح الحديث يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني إذا تبغضون قوما ينبغي عليكم أن هذا البغض لا يؤدي لكم أن تتركوا العدل، سواء عدلا عمليا أو حتى نكتشف من هذه الآية أيضا طريقة التفكير بالنسبة للآخرين. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، يعني لو عدلت مع الآخرين الذين تبغضهم حتى إذا كان بغضك من جانب ديني تعاملت معهم تعاملا بالعدالة، فحينئذ هذا أقرب إلى تقوى الله، لأنك اتخذت منهجا أراده الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل تسوق الإنسان إلى التطور وإلى الكمال وإلى حل مشكلاته. الله عز وجل في القرآن يقول بالنسبة إلى الشخص الذي هو بينك وبينه عداوة، يقول كأنه ولي حميم، هذا أخير الآية أو رأس الآية كما يعبرون، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالإنسان عن طريق ترك التعصب الأعمى يتمكن من أن يجعل الآخرين أولياء ويجعل صداقة حميمة بينه وبين الآخرين، ويسبب السلم الأهلي وترك الاحتراب في صفوف المجتمع، وهذا يقود المجتمع إلى التطور والرقي.